أعلن وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة عن بقاء إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي لنهاية عقده الذي يمتد لمدة موسمين آخرين، وذلك بعدما استبعد المدرب قبول العرض المقدم من مسؤولي نادي الزمالك للموافقة على تدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد وتوفير مقابل مادي كبير لقبول هذا العرض. شدد هويدي على أن إيهاب جلال يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء في المقاصة باعتباره يشعر بالراحة ولا توجد مشاكل بينه وبين الإدارة بخلاف تلبية الإدارة لكل مطالبه.